جماعة اللقطة دي ما تتعوضش، لأن الصداقة ما تتعوضش. يعني بعيدا عن النجاح الكبير اللي حققوه، بعيدا عن الجوائز اللي المسلسل ده كل واحد فيه أخد جايزة بجد بأداء مميز جدا، بعيدا عن أنه أحسن مسلسل السنة دي كان رحيم، ولكن أنا عايزة أسجل كواليس الحب. ما يهمنيش الجوائز، ما يهمنيش التمثيل، كل ده الناس شافته. عايزة لحظة التلات أصدقاء اللي نجحوا المسلسل ده بحبهم لبعض. طبعا انت معانا وراء رجل عظيم امرأة، فانت معانا يعني. كانت محتاجة تصور. فانا محتاجة اللقطة دي. هو هقول لك والله، احنا يعني تقريبا يعني طبعا كنا بنعمل ادوارنا ومجتهدين فيها وحابينها جدا، بس فعلا زي انت ما بتقولي، اللي نجح هذا العمل الشيء الاساسي فيه هي علاقه الصداقه اللي بيننا. يعني انا وياسر وطارق عشره عمر، يعني من ايام ما كنا طلبه في المعهد واشتغلنا كتير سوا مع بعض، فما كناش بنمثل قد ما احنا كنا بنبقى قاعدين مع بعض. احنا فاهمين بعض جدا، ويعني حتى في مشاهد تحس انها دي حقيقيه، ما احناش ما كنا بنقعد بنضحك بجد ما خدتش وقت، يعني ما خدتش وقت الحمد لله. ده وصل بسرعه ان الناس شافت الحاله اللي ورا، طلعت على الشاشه بالحب الفظيع. يعني احنا كنا مستمتعين الى اقصى درجه ان احنا مع بعض. الحمد لله. والحمد لله احنا المسلسل حتى كان واخد بعد تاني، ان احنا اولا صحاب، وفي نفس الوقت ايه، في تمثيل جامد، طارق ومحمد رياض، يعني في وصبري فواز، يعني في تمثيل جامد، سامي غوري، والاستاذ سامي غوري، استاذ حسن حسني، حسن حسني فظيع. في تمثيل تقيل، يعني الواحد لازم يبقى حذر شويه وفايق. يعني كل واحد فينا بيبقى فايق قوي للتاني. اصحاب نقعد نهزر مع بعض، يقولوا لا انت هتعمل ده معايا في المشهد، ونقعد نهزر يعني. بس واحد فينا كنا بنعمل حسابه جدا طارق. لا بس في موضوع مهم. ياسر في مره قال لك خطفتني يا حماده في الزعقه بتاعه المشهد دي. لا خلي بالك برضو في عندنا تعالب، يعني كل واحد كنا بنغير ادائنا على فكره. احنا كنا بنفاجئ بعض، فكل واحد فينا كان بنغير اداءه، كنا من البروفا، يعني تعملوا بروفا بشكل وتروحوا بقى ضاربين في بعض بقى على يعني. بصي هي هو محمد جات له لحظه كده راح ايه مزعق فيها، كانش موجود في البروفا، فياسر على طول لا كمل ركب على الجمل. هروح انا ايه جاهز معاك. ودي الصحوبيه بقى، انك عارفه صاحبك ممكن يروح في حته انت هتروحي معاه عادي جدا. لا مش دي متعه يا طارق، دي كمان متعه في التمثيل، لان احنا انا اسف يعني، وزمايلنا طبعا واساتذتنا فاهمين الكلام ده، ان مفيش حد بيمثل لوحده. انا باخد من الممثل اللي قدامي، والعكس صحيح، والممثل اللي قدامي بياخد مني. فطول ما احنا في بينا التواصل ده، احنا الاثنين ناجحين واحنا الاثنين شاطرين. لو فقدنا التواصل ده وكل واحد حب يبقى احسن من الثاني، او يفتكر ان هو هيبقى احسن من الثاني، مش حد احسن من بعض من الثاني. احنا كلنا فريق. كلنا فريق. اللي عجبني بقى فيك يا رانيا، ان على ساعة المسلسل ما بيتذاع، فهو بين حتة كده في المسلسل ان بيكون صاحبه، فهي بقى لقيتها يعني حميت قوي على الفيسبوك، وراحت قالت ايه، لا ما تكونش صاحبك، لا خليك قوي، اوعى تخزنه. هقولك على معلومة بقى عن رانيا، يعني حسيت ان محمد رياض بيكون ياسر جلال مش الشخصية. يعني بس انا كنت احبهم جدا ما شاء الله، هم اصحاب طول عمرهم، وانا عارفاهم هم قد ايه قريبين لبعض من زمان يعني. بس انا بيني وبينك برضو كنت بلعب لهم لعبه السوشيال ميديا، يعني بعمل لهم شويه حركات بتسخني السوشيال ميديا. يعني يعني عايزه اقول لك برضو، يعني هي عملت تشجيع جامد على السوشيال ميديا عندها. بس معلومه يمكن المشاهدين ما يعرفوهاش، رانيا بتعشق محمد رياض، بتحب محمد حب جنون. عارفه جنون؟ لا في واحد انت عارف ده ولا لا؟ عارف لا بقول لك ايه، طب انا يا محمد انا لقيت واحده بتعشقك اكتر من رانيا. لا والله لا اوعي تقولي لا لازم اقول على الهوا. لا دي على الهوا. قدها شهيره والله العظيم. طبعا طبعا، يعني هي بقت قاعده قلبها عليك. لا فلات جت في الحاجه من وراها. ايوه ده محمد محظوظ. الله اكبر، يعني اثنين. لا بجد يعني تقول كده. لا بجد اللي لقيتها هي على برضه عملت ايه؟ والله لا انا قلبي اتعصب. هو انت تقدر معانا؟ ده انت واقف بين حوتين يعني. محمد كلمني عن انتصار الموهبه في هذا العمل. والله يعني الحمد لله، يعني كل الكاست كان يعني الناس دارسه، يعني كل الكاست تقريبا دارسين، احنا خارجين معظمنا معهد العكس المسرحيه. كل الناس اللي كانت موجوده موهوبه. الموهبه فعلا
يعني بتأثر شوية يمكن في التناول بتاع الدور بتاع الشخصية، علاقة الشخصية بالشخصيات الأخرى. الموهبة هنا بتفرق سنية يعني، لكن برضو الدراسة كانت مهمة جدا يعني بصراحة. طب دي الدراسة، طب والجواز، كلمني عن الجواز. بقولك ايه، ده داخل يهدي النفوس. بس خلي بالك رانيا دختي دي رانيا وعمر. طب بصي خلي رانيا تكلمك بقى. رانيا وعمر، انا اسان عمر ورانيا اخواتي. محمد طبعا حبيب قلبي، لكن عمر محمود ياسين ورانيا اخواتي فعلا. هي تقول لك طب يعني ياسر، انا عايز اسالك سؤال بقى بصراحه. اتفضلي. هو محمد رياض بيعمل ايه من ورايا وانت دايما تقعد تنبط كده؟ قول الحقيقه. والله خالص الراجل انا الوحيد اللي عارف الموضوع ده، فمش هينفع دلوقتي طبعا. مش على شكلهم عايزين يخدموك. هو ملاحظه الموضوع ده قوي قوي والله. بحبك وبيحترمك. انا عارفه والله. لا ده احنا بنهزر طبعا. يعني انا عايزه اللقطه دي فكرتني بافلام حسن يوسف، فاكر البوشاغبيل الثلاثه والثلاث الشقاوه بتاعت الشباب الجيل ده الثلاثه. ما تفكروش تعملوا حاجه كده زي بس احنا كبرنا بقى. مش بقى لا لسه. ليه لسه؟ لا 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 يعني مش لازم. لا مش انت مالي انا بيه. لا مش لازم تبقى شقاوة شباب وحب وقصص كده وجامعة. لا انتوا تستغلوا التيمة دي. ربنا يبعت ورق. يعني اتمنى ان انا اشتغل طبعا مع ياسر ومع طارق. يعني دول مش بس فنانين شطار جدا وفنانين كبار ونجوم، لكن كمان انا بحب جدا شغلي معهم. ببقى مرتاح وناس فاهمة كويس قوي، في بينا يعني صداقه وحب وكده. فده شيء عظيم. سلام الجمهوري، عايزه اهنيكم، اقول لكم الف مبروك بجد. انا سعيده بيكم، سعيده ابراهيم احسن مسلسل السنه دي، ابطال مميزه جدا. في انتظار عمل جديد، وخلي دعمك دايما لي وراء كل رجل ناجح امراه بتحبه وبتدعمه. ده انا قلت ليك برضو. شكرا. بعرفني على براتك عشان اقول لك. هيحصل اكيد ما دام الموضوع كبر كده. الف مبروك النهارده الجوائز، وهنسيبكم تنطلقوا الفشل. احسن ممثل، مهما قلت فيه مش هكفيه. اخ اكبر وزميل عمل محترم محترم محترم، وحد من اجمل البشر اللي ممكن تقابلوهم في حياتكم، عن مسلسل رحيم الفنان محمد رياض. جائزة أحسن ممثل، الراجل اللي نص رجالة مصر لعبوا جيم عشان يبقوا شبهه، الراجل اللي ستات مصر كمان ربت دقنها عشان تبقى شبهه، الراجل اللي ما بيرحمش حد، عن مسلسل رحيم الفنان ياسر جلال. وبرضو للسنة الثانية ياسر جلال. هو قال لي على فكرة السنة اللي فاتت قال لي أنا هكون معاك السنة الجاية، وفعلا بقى معانا السنة الجاية. نجوم مسلسل رحيم، يوم على فكرة ده مش تمثيل. على فكرة ده مش تمثيل، ده بيحبوا بعض بجد.